صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله. سمحوا لي مع فيديو جديد ان شاء الله. يلا عاد فقنا دابا شويه من النعاس، غادي نمشي ان شاء الله دابا لدارنا عند ماما. غادي نمشي لتما لان عندنا بزاف ما يدار، عندنا يا لاله بزاف ما يدار. خصنا نمشيو نوجدوا الفطور، خصنا نمشيو نقضوا الامور كامله، لان ان شاء الله باذن الله هذا النهار غادي نفطروا مجموعين ونمشي نعاونها. يا عيطات لي عاد دابا، عيطات لي بعدا ما شاء الله عليها حادقه. علاش حادقه؟ مشات يا لاله، مشات للسوق وتسخرات وتقضات ورجعت للدار. عيطات لي قالت لي المهم الا كنتي باغا تجي اجي دابا. قلت لها صافي واخا، ايوا هادشي ما كاين دابا. ان شاء الله غادي نلبس عليا غير جلابتي وغادي نمشي، وباش هكا تما ان شاء الله نكمل لكم الروتين ومن بعد نشوفوا شنو غادي نديروا. اكيد اي حاجه درناها غادي نشاركوها مع بعضياتنا. حاجه وحده هو ان غادي نفطروا كامل مع بعضياتنا، يعني هنايا دار ديال خالتي، دار ديال عائلة راجلي كاملين غادي يجيو عندنا للدار. غادي نفطروا مع بعضياتنا وغادي ندوزو واحد الوقيته اللي هي زوينه، وشو سميتو يمكن على ما اظن الله اعلم غادي نديروا عيد ميلاد ديال اريج. المهم عيد ميلاد ديال الزربه، ماشي زعما غير صراحه مع هاد الظروف هادي صافي ما بقى خاطر لا توجدي ولا تقادي ولا، رغم ان عيد ميلادها الاولاني. المهم ما عندنا ما نديرو، ما عليكش كتب لها هكذا، ما عليش. غادي نمشي نشوف لها شي حلوه ندوموندي عليها باش هكا توجد لي واحد بلاتي واحد شويه، ولا ناخذ اللي كان الا ما لقيتش راه غادي نهز اللي كان صافي ويح الله. هذا ما كان لان الوقت دابا مزروب، راكم عارفين ما كيحلوش مور المغرب وهادي وهادي، يعني خصني نقضي شغلاتي دابا كلهم اللي خاصني نقضيهم. ايوا هذا ما كان. المهم هانتوما خليكم معايا، شكرا بزاف البنات لي كومونتير ديالكم، تعليقاتكم زوينه، لي لايك ديالكم، نصائحكم، والله شكرا لكم بزاف. وربي يسهل على كل واحد. هذا ما كان. يلا حبوباتي خليكم معايا. اول حاجه البنات راني جيت للكارفور لان مشيت القيروان ما لقيتش الحلوى، مشيت للروزالي ما لقيتش الحلوى، يعني سيغ كوموند. ومهم ما لقيتش شي حل اخر هو انني نجي للكارفور ونشوف على الله وعسى واش كاينه فيه شي حلوى اولا للاريج، حيت انا مشيت للدار حطيت بناتي والماما وخرجت. راه معايا اختي، ايوا هي هادي، قلت لها يلا نمشيو نشوفو الحلوى. ساعة بقينا ندورو من هنا لهنا من هنا لهنا، حرام واش كاينه. دابا كنتمنى نلقاه. المهم هما البنات الحلاوي اللي كاينين عندهم هما هادو، وانا عجبتني وحدة هي اللي عجبتني في هادشي كامل، هي هادي اللي عجبتني حيت باللوز. هادي دايره 129 درهم، كاينين منهم غير جوج هما اللي كاينين صافي. اما هادو المهم بحال ما عجبونيش، ناخذ لها هادي نديباني لها بها وصافي. عرفتي البنات يلا عاد دخلت دابا، مشيت من عادي من عادي لعادي من عادي لعادي، مشيت لشي شغال مشيت لشي صخره. المهم ماشي كلشي تقاسمته معاكم لان الوقت كيطير. يلا دخلت انا وخوتي دابا للدار، جبت معايا هادو ديال البيتزا خلاص واجدين هكا حسن عاد صواب وهادي وهادي. ماما ديجا مصوبه بزاف الحاجات هنايا في الدار، قلت لها بلا ما نزيدو حتى البيتزا راه ساهله ماهله وهي هادي. خديت حتى لاصوص واجبه.
ولقد نجحنا في المهمة سالينا وأخيرا 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 سالينا الروينة ديالنا كاملة قبل ما تودن المغرب. يا سلام يا سلام، دابا وهي جات خالتي راهم غادي يجيو دابا، باقا ربع ساعة بالضبط، ربع ساعة بالضبط باقا المغرب، ولكن الحمد لله سالينا كل شيء، كل شيء قديناه فوق الطبيلة، مش باقي أتاي الوحيد اللي خاصو يتصوب مصوب. اذا البراد الثاني، البراد الثاني الاول تصوب، حيت راه دايرين جوج طبيلات ماشي غير طبله واحده. صافي هذا الشيء ما كاين، غادي نتجمعوا ونضحكوا مع بعضياتنا شي شويه. راني خديت البنات الحلوه، راه عتي جيت مقدوفه، ما شحال حاجه درناها هذا النهار، ما تقاسمتش معكم كل شيء. جيت مقدوفه ما لقيتش كندير عاد نهضر معاكم، وهادي وهادي دغيا داكشي اللي غنرصي رصيتو واللي غنقادو قديتو انا واختي وماما. ايوا صافي، المهم هي هنايا، ها نتوما، اي مازال ما خبعناش في الثلاجه، عاد نديرها في الثلاجه. ايوا هذا مكان، يلا خليكم معايا. صراحه غادي ندير لكم اللقطه ديال المغرب ديال الناظور، ما ديما ندير لكم ولا غادي كيدير عندكم مدفع كيضرب الا قديت نصور لكم الضربه ديال المدفع ان شاء الله باذن الله. يلا خليكم معايا، يلا ها هو بدا، ولكن ما سمعتش الدقه ديال المدفع. يلا ما سمعتش ابنات الدقه ديال المدفع، ما كايناش. هاو تيودن، المهم نمشيو نفرقوا المغرب. كاينه ايمان، كاينه حنان، كاين دراري مازال ما جاش، حمويا وحماتي ومهدي. صافي خالتي وعمي ومهدي وعبد الله ما يجيش. المهم كيودن، اجيو تفرقوا الصوم. ديري باي باي، خدي السلام. بنات لاباس عليكم، كي دايرين؟ شفناكم هي ضيافه عند اسماء شان. مرحبا بك عند ماما اختي وبابا، انا راني في الناظور عند ماما وبابا. راه هي حنان. يلا انتما خليكم معايا على ما تجي خالتي. واو ما بغاش يفلوغي، كنقولو نوض تفلوغي والو، واش بغا يفلوغي؟ فلوغي عاد يبدا، دابا كيود نصور عاد يبدا، غادي يبدا لكم الدخله من الطبله ديال المغرب. يلا نوض نوض. الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا أيلي لا لا فلحة جل مشروكة أيلي أيلي.
ها هي ها هي ها هي ها هي حرام عليك يا غزالي أيلي أيلي ها هي ها هي أي أيوة ايوا البنات من بعد ما داز المغرب تجمعنا وضحكنا ونشطنا. دابا البنات انتما كيف ما غيبان لكم ماما خدامه كتشوي في الفليفله البوطه هي حالتها. المهم ما تديوش على هذا الشيء لان كتعرفوا قبل المغرب شنو كيكون كتكون الحرب الحرب العالميه كتكون كاينه في الكوزينه ما تجمع والو. هنايا كاين خيزو مسلوق غيتصوطا هنايا كاينه لاريكو حتى هي مسلوقه غادي تصوطا وهنايا كاين البطاطا مسلوقه حتى هي غادي تصوطا تما كاين غادي تصوطا من كاتريام ايطاج. هنايا كاين مطيشه ديال الفليفله وانا صراحه ما غسلت لما على والو. ماما بابا هو اللي غسل الماعن كاملين ما خلانيش نغسلهم بقى غير جلس غير جلس هو اللي غسل الماعن كاملين ديال المغرب. ايوا صافي هذا ما كان ديسي راه لداخل لهي راه بيت النعاس حطيتو تما لا باقي 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 في هذه ديالو في الكرتونه ديالو. ايوا صافي هذا ما كان نوريكم هنايا شوفوا اه مازال انتم البنات كاين هنايا يلا جبناه شويه من الفران ولكن ضروري نسخنوه في الدار لان جبناه قبل من المغرب حيت راكم عارفين دابا مع هاد الحاله الطوارئ جبناه قبل المغرب دابا عاد نديروه في الفران يسخن. ايوا هذا ما كان هيا الروينه ديال هادشي كله تغسل تقلب هنايا هيا ماما خدامة كتقادت فيه
حنان هي اللي صوتات الخضير. لا اسمعي دابا غادي ندوزو البنات باش نطفيو الشميعه ديال الروجا ان شاء الله باذن الله. عرفتي كاين البرد، والله الا كاين البرد، عرفتي لبس غير هذا، هذه هي واخا ماشي ديالي، المهم لبسو عليا وصافي. المهم صراحه انا هكا البنات حاضره هكذا غير بنيتاتي اللي لبس لهم هكذا واريش حتى هي وصافي. المهم غادي نطفيو لها الشميعه ديالها ديال العام ان شاء الله باذن الله، وناكلو الحليوه ديالها، وباش ما تسماش بان ما درنا لهاش الاحتفال بالسنه الاولى ديالها عقبا ان شاء الله 100 سنه، وان شاء الله بشي مستقبل يكون زاهر يا ربي امين. صافي راني وجدت حطيت الحليوه ديالها وحطيت العصير وكلشي، ان شاء الله باذن الله غادي نطفيو لها الشميعه ديالها دابا. وهذا مكان ويا هانتوما خليكم معايا. عيد ميلادك مبروك يا غالي مبروك. Oh,
حلوة. حلوة.